إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحين عندي شغل المرحلة هذه اللي هو تغيير بلف الحرارة من شركة إكسيد، ويعطيني نفس البلف حق 2007 ما قبل أو 14 ما قبل مع الموية. راح نغير إن شاء الله موية الريديتر اللي في الريديتر أو موية التبريد اللي في الريديتر وفي السرندلات وفي ثلاجة المكيف الحار الأمامي الخلفي. طبعا هذا كله حق البلف في الوكالة. طبعا في عيب مصنعي، تعليق مراوح وتعليق مراوح، وإذا أخذته جديد بيكون فيه برضو المراوح أو البلف يكون أعلى، لكن هذا ويجي طبعا البلف مع الكوع. هذا للأسف أو ما شاء الله تبارك الله يجي نفس نظام المدير 14 وما قبل، تقدر تغير البلف لوحده مع الكوع أو البلف لوحده، ويعطيك أكثر من خيارات. هذا من ناحية اللي هو موية الريديتر. وبعدها راح إن شاء الله نغير نظام الباك من الفرامل. هذه الموديلات جت من 2015 إلى 2020، والسيارة الانفرادي من 14 إلى 18. جت فيها استحداث إنه ترومبة الباك من الفرامل يجي لها الهواء عن طريق له الترومبة هذه. الترومبة هذه للأسف عليها مشاكل وفيها ضعف، فراح الآن إن شاء الله نلغيها، نقطع السير ونشيل الهوز هذا اللي براكب فيها اللي جاي على الباكم. راح نلغيه بيصير عندي الهواء، سحبية الهواء حق الباكم بعون الله عن طريق الثلاجة مكان الهوز حق التبخير. طبعا السيارة دي فيها ثلاثة مخارج تبخير، عندي واحد هنا، الثاني هناك في القربة، والثالث جاي تشوفون هناك في هوز جاي في بلف في الوسط. البلف اللي وسط هذا راح نلغيه نهائيا، والهوز اللي جاي من الثلاجة رايح أو رايح للثلاجة راح نستخدمه بعون الله السحبية الهواء حق بلف التبخير اللي في الوسط راح نخليه للباكم، وهذا من تجارب واقعية سابقا. أيضا حتى إحنا أول كان نحط قسام يكون ما بين سحبية الهواء والبلف التبخير، لكن في بعض المواقع صار يقفلون البلف التبخير والهوز ذا نخليه للباكم، لأنه عنده فعلا هنا لكل سرندل أو لكل راس فيه بلفة تبخير أو هوز تبخير، فالهوز البلفة التبخير اللي في الوسط يعتبر يعني كأنه زايد، ولكن راح نستفيد من الهواء أو سحبية الهواء اللي في الثلاجة للباكم الفرامل، اللي هي التبخير هذه تكفي لسحبية الغازات أو أبخرة حقة الزيت والاحتراق اللي موجود في المحرك عن طريق القربة. الآن بي راح نفك القربة اللي هنا، الهوز حق التبخير والهوز الثاني حق التبخير اللي عندي هنا، راح نفك القفيز اللي عندي هنا، هذه قربة، ونفك القفيز اللي عندي هنا، ونطلع القربة اللي هنا. هذا عندي البلف الحرارة مسمار هنا، اثنين، ثالث، وهذا عندي الهوز، وراح نفك الهوز اللي هنا حق ترومبة الموية ونفرغ الموية. طبعا هو جاي من أسفل نقطة في الريديتر، راح أفك الهوز هذا عشان أطلع الموية اللي في الريديترات، وبعدها راح نضغط هواء هنا ونطلع الموية اللي في السرندلات عن طريق الهوز اللي هنا. فكين الهوز أو على شو أفك الهوز، لكن يبدو الموية لاحظوا شكلها قديم. هذا الموية راح نفك الغطاء عشان عملية تنسيق. لاحظ عندي هنا هذا الكوع حق الوكالة أو البلف حق الوكالة. وهذا الوجه. الحين مبدئيا راح نطلع الموية اللي في السرندلات. طبعا سبحان الله أول
امس كان عندي السياره فيها تفتفه في سرند الخمسه، وكان لما ادعس بنزين شوي في صوت زي التكايات، ولكن شكينا انه التكايات لما تمشي فيها مشوار تختفي المسفاير اللي فيها. الصوت هذا برضو شكت فيه انه يكون مشكله من ترومبه او قلب ترومبه المويه، لان هذه دائما اعطالها متكرره. طبعا الترومبه هذه تتغير لوحدها، ولكن بعض الوكالات وقطع غيار تغير بالكامل. زدت الموضوع هذا القلب يتغير لوحده. فالحين لما انا فكيت الكوع حق البلف الحراره وجيت عشان بحط اللي هو هنا عشان اطلع المويه اللي في السرندلات، لقيت هذه جوا الترومبه هنا مركونه على جنب قطعه زي الحديد. فجاني شك انه في اشكاليه في ترومبه المويه. طيب كيف اعرف ان الان في مشكله في ترومبه المويه؟ راح الان افك السير واحركها، اذا كان في خشونه او قلقله معناته الاشكاليه كانت من ترومبه، فالبرنج حقها متكسر. هذا جتها جوا قطع حديديه. العمو فكينا الترومبة او فكينا السير عن طريق الشداد اللي هنا، وللأمانة في فضاوة. لاحظوا في فضاوة بس ما طلع صوت قوي زي ما صار امس، لكن راح نجربها عن طريق التشغيل. راح نجربها عن طريق التشغيل لكن بعد ما نغير الموية، لان الحين ممكن صعب اشغلها بدون موية. لكن لاحظوا عندي هنا فضاوة موجودة تتحرك. لاحظوا راح نفك الهوزات اللي عندي هنا حق الحار، راح نضغط من احد الهوزات الهواء ويكون الخط الثاني ان شاء الله للتفريغ. بعد ما خلصنا من تفريغ المويه ركبنا الهوزات حق الحار او حق الثلاجه، ركبنا الهوز حق ترمبه المويه. الحين راح نركب اللي هو البلف الحراره الجديد، وهذا عندي البلف الحراره الجديد طبعا 71. طبعا البرمجه على حسب من شركه اكسيل، البرمجه على حسب. اذا انت مستخدم عادي تشغيل المكيف يغنيك،
وإذا سويت برمجة فهو خير على خير. ليش؟ لأن البرمجة تفيدك بدون مكيف، تسير المروحة مناسبة على حسب الظرف الحالي، لكن بدون برمجة ما راح تستفيد منها إلا أثناء التكييف أو استخدام المكيف، لأنه بدون مكيف لو تحط حتى بدون بلف اللي يتحكم في الحرارة هو المروحة. المروحة في هذا المدرسة تشتغل بعد 100، تفصل على 95، ولكن الآن لو ركبت البلف الـ 71 راح تنزل معك الحرارة شرطة وتكون في نطاق ما بين 78 أو 79 إلى 85 سواء مع المكيف أو مع الاستخدام. في الوقوف بدون مكيف راح توصل معك بشكل طبيعي زي الوكالة، لأن اللي يتحكم في الحرارة هو المروحة. فالحين راح أركب إن شاء الله. ركب المصادير البلف، الهوز حق البلف، الهوز حق التنفيس، السرنجات، عبينا موية من هذا النوعية أمريكي، حطينا 2 جالون والثالث بقيت منه أو بقي منه ربع. راح نشغل بعد ما يفتح البلف راح نشوف إذا كان ناقص ولا نزود على حسب الحاجة. الحين فكينا السير وبنجرب الصوت اللي كان فيه قلقلة زي مشكلة التكايات أو رمان أو البرينجة حقت التكاية. الحين بنشغل ونشوف هل المشكلة من الترومبة ولا لا. يعني اختفى الصوت معناته المشكلية من ترومبة أو قلب ترومبة الموية، إذا استمر الصوت معناته المشكلية برضو من نفس التكاية. طبعا الصوت باقي مستمر، لاحظوا الحين نجي للتعديل الترومبة الباتر. راح نفك الفيش حق الحساس الضغط الباكم، وراح نفك الهوز من ترومبة الباكم، وراح نفك الهوز حق التبخير أو برف التبخير اللي في الثلاجة، وراح نفك الهوز برضو من برف التبخير. هذا الحين الهوز حق التبخير، هذا الآن عندي الهوز حق باكم الفرامل. أنا الحين بحاول أشيل الرأس اللي هنا وأركب عليه الهور الرأس حق الهوز اللي ركب في الثلاجة، وبركب مباشرة على الهوز حق الباكم على الثلاجة، والقسام الثاني أو الرأس الثاني راح أفصله من هنا وراح أسوي له سدادة وأركبه على بلف التبخير عشان أقفله. وهذا راح أسوي له برضه سدادة وراح أركبه في ترومبة الباكم الفرامل، لأن الحين بلغيه خلاص. يعني نلغي ترومبة باكم الفرامل ونلغي بلف التبخير اللي في المنتصف اللون هذا، ويبقى عندي الهوز حق التبخير هذا والهوز حق التبخير هذا يؤدي نفس الغرض. الحين هذه حساس الباكم، وهذا راح أحطه في الهوز هذا بيكون يركب معي على الثلاجة، وهذا يركب في الباكم. لاحظنا عندي هنا حساس حق الباكم ما شاء الله تبارك الله على الهوز، وهنا على الراس الكليبس أو القسام حق البلف التبخير ركبناه على الهوز، وما شاء الله تبارك الله مرن، تقدر تحرك تقدر تفكه عن طريق الضغط على الكليبس يطلع معاك الهوز، والآن يعتبر كأنه مباشر من الباكم على الثلاجة. وهذا ما شاء الله تبارك الله حطينا جلبة كبسناها كبس، هذا في ترمة الباكم خلصنا منها، وهذا عندي في بلف التبخير راح أركب الآن أيضا جلبة كبسناها كبس. وهذا عندي الآن بلف التبخير بعد ما قفلنا، وهذا عندي الآن ترومبة الباكم حق الفرامل الميكانيكية، تم قطع السير أو إلغاء السير
سدادة مجرى الهواء. هذا لان عندي الباكم الفرامل الهواء حقها زي موديلات 2014 وما قبل، وزي اغلب السيارات اللي جاي سحبية الهواء. طبعا الباكم يجي عن طريق اللي هو سحبية الهواء عن طريق الثلاجة، اغلب السيارات تيجي بهذا النظام، ولكن هذه نظام مستحدث. طبعا هي موجودة في اغلب في بعض السيارات تجي لها ترمبة باكم فرامل راكب في عمود التيمن زي المازدا زي الكامري لان 18 وطالع واغلب السيارات، لكنه التاهو جاء من 2015 الى 2020 بهذا الشكل عن طريق حركة السير في مربوط بالعمود الكرنك. اخي للاسف كان فيها ضعف والان حلل المشكلة، والان تدعس على الفرامل من اليوم الى بكرة 24 ساعة تدعس على الفرامل لان ما يكون في اي تحجير، لكن بنظام الوكالة دعستين متتالية الثالثة بتكون فيها تحجير. الان كده خلصنا شغلنا ورشة الركضة. هذا عندي الموية بعد ما تفتح البلف، والموية يفتر على الخط لكن الحين زايد شوي ولكن طبيعي جدا. هذا الموية ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا حرارة المحرك الشرطة تحت النص. طبعا لاحظوا حرارة المحرك 80 ما شاء الله تبارك الله، 80 في الوقوف مع المكيف الساعة 11:30. مع ان درجة حرارة الجو الخارجي هذا انا اشك فيها صراحة، جو برا قسم بالله العظيم عذاب، لكن في الوضع الطبيعي الان مع البلف 71 ونشوف الان مع النوم شاكر توصل. مع ان المحرك فيه تفتفة، فالتفتفة او اي ضعف في العزم برضه راح يكون فيه له اثر على التبريد. ايضا ترمبة الموية تحتاج الى تغيير صراحة، فيها بداية فضاوة.